أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي، أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ظهر يوم جديد. معكم أنا منال الشريف في صحبتكم دائما عبر أثير ألف ألف إف إم من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم. زائر مشؤوم يفضل الغالبية عدم الحديث عنه، مما تسبب بجهل خطير بحقيقته وطرق التعامل معه. انتشرت بين الناس العديد من المفاهيم الخاطئة حوله، ولم يبذل ما يكفي من الجهد من قبل الجهات المسؤولة للتعريف به ورفع مستوى ثقافة الناس حوله. إنه مرض نقص المناعة المكتسب، الإيدز، حمانا الله وإياكم منه. ما حقيقته وما أعراضه وما طرق الإصابة به، وهل له علاج؟ وكيف تتعايش الأسر المصابة مع الأطفال، وما هو مستقبل الطفل المصاب؟ أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، وأرحب أيضا بضيفي الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا أخت منال وبجميع المستمعين والمستمعات. بداية أتمنى حضرتك تشرح لي عن مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، أعراضه، نتائج الإصابة به. طيب، الحقيقة يا أخت منال أنا أفضل بإني أبدأ بقبل ما تيجي الأعراض. نعم. نظرا لأن نحب أن نوضح إيش اللي بيحصل في حقيقة المرض وفي حقيقة المريض في البداية. نعم. فخليني أخذك للمرحلة الابتدائية من وجهة نظري، وهو مرحلة يعيشها المريض في جميع أنحاء العالم بما فيها في السعودية، لكن الحقيقة في السعودية بتطول هذه المرحلة مع المريض. نعم. فطبعا أول مرحلة هي مرحلة شك المريض بأنه عنده إيدز. في غالبية كبيرة، نسبة كبيرة من المرضى بيعيشوا فترة طويلة يحسوا أو من خبرتهم يشكوا أنهم هم عندهم إيدز. فبالتالي في غالبية دول العالم بعضهم يتمنى أنه بعد كم شهر أو تلاقيه من يوم ما يبدأ الشكك يروح للمستشفى ويراجع، نظرا للوعي والثقافة الموجودة. نعم. عندنا في البلد للأسف الشديد غالبية المرضى لما يشكوا أو يظنوا أنهم هم عندهم إيدز يعيشوا في جحيم مستمر لفترة أحيانا تزيد عن السنين، ويمتنع فيها حتى كثير منهم عن الزواج أو عن مراجعة المستشفيات مع أنه يشك. يعني يجلس مع شبح أنه مصاب أو لا سنوات طويلة، سنوات وسنوات، نظرا لأنه الفيروس يدخل ويجلس في الجسم لمدة 10 سنين قبل ما الأعراض تبان. فكثير من الناس اللي يشكوا أنه عندهم بسبب ضعف الثقافة يجلسوا يعيشوا في جحيم، هل أنا عندي ولا ما عندي؟ وبالتالي في بعضهم حتى تبدأ عليهم الأعراض ويبدأوا يعني ما يروحوا للمستشفيات، نظرا لأنهم من ضعف الثقافة يظنوا أنه الإيدز حاموت وحاجيب العار لأهلي. فبالتالي إحنا بنشوف حالات متقدمة جدا لأنها بيجينا متأخرة للمستشفيات جدا. فهذا وضع إحنا بنحاول ننهيه بزيادة الثقافة. نعم. إحنا تقريبا الثقافة الموجودة في الدول العربية عن هذا المرض تقريبا متأخرة حول 10 سنين مقارنة بالدول المتقدمة. الدول المتقدمة صارت خلاص عارفة عن الإيدز، غالبية الشعب عارف عن الإيدز وعارفين إنه مرض يمدينا نسوي له تحاليل وله مراجعات وله أدوية، وإنه المريض بيقدر يتعايش مع حاله ويكون شخص شبيه بالشخص العادي يأخذ أدوية زي أي مريض مصاب بمرض مزمن. نعم. للأسف الشديد عندنا بيجوا متأخرين جدا
فبالتالي تصعب يعني التعامل مع هذه الحالات مع قلتها. لابد أني أركز، نعم إحنا الحمد لله في المنطقة العربية من أقل مناطق العالم اللي موجود فيها حالات بالإيدز، لكن الحقيقة المصابين لا يمكن أنهم يعيشوا بعد اليوم بسبب ضعف الثقافة، يعيشوا في جحيم مستمر. تقريبا كم عدد الإحصائيات بالنسبة للبلاد العربية مقارنة بأتمنى يعني أعزائي المستمعين والمستمعات أنهم يتحملون اليوم لأنه صوتي مرة يعني مضروب على الآخر، فيعني المعذرة يعني. كم نسبة الإحصائيات بالنسبة للبلاد العربية مقارنة ببلاد الغرب؟ هل نحن أعلى أم أعدادنا منخفضة؟ طيب إحنا طبعا عالميا منظمة الإحصاء عن طريق الأمم المتحدة في لها موقع عالمي بيحصوا فيه جميع المصابين حوالين العالم ويقدروهم. فطبعا إحنا نعتبر في المنطقة العربية اللي هم ميدل إيست أند نورث أفريكا، كل المنطقة العربية اللي تدين غالبية شعبها بالإسلام يحطونا كلنا في مكان واحد، ونعتبر إحنا الأقل على مستوى العالم في عدد الحالات المصابة. فنجد إنه مثلا في أمريكا الشمالية اللي هي في بما فيها كندا وأمريكا يوجد أكثر من 1.5 مليون مصاب. نعم. لكن لو جينا للمعدل الخطير في عام 2009 قدرت عدد الحالات الجديدة المصابة في السنة في شمال أمريكا ب70 ألف مصاب جديد، مقارنة بالمنطقة العربية 75 ألف مصاب جديد. فبالتالي نظرا لضعف الثقافة نجد إننا إحنا عدد حالات الإصابة الجديدة بما فيها الأطفال الجدد المولودين حديثا بالإيدز نظرا لضعف الوعي نجدها إنها تعتبر من الأعلى على مستوى العالم. لا لا لا. بالنسبة للأطفال هل هناك إحصائية ممكن توضح يعني عدد الأطفال في المنطقة العربية أو في السعودية مثلا؟ في الحقيقة في السعودية لا تحضرني هذه الأشياء الأرقام بالتمام، لكن أنا أقدر أقول من منظمة الصحة العالمية أو الأرقام غير معلنة أو ممنوع إعلانها؟ لا، الأرقام بي بي بتعلن تقريبا بشكل سنوي، لكن أنا بتكلم عن العامة الشعب العربي. نعم. فنجد في أوروبا وأمريكا الشمالية وصل العدد إلى أقل من 100 طفل يصاب سنويا يولد. نعم. بالإيدز، وفي أمريكا الجنوبية أقل من 3400، بحيث إنه في الأمة العربية حول 6400 طفل يولد بالإيدز. فإحنا نعتبر ثاني أعلى منطقة موجودة يولد فيها أطفال حديثين الولادة مصابين بالإيدز. أعلى بعد منطقة. أفريقيا ثاني بعد ثاني, ثاني أعلى ثاني أعلى بلد بعد أفريقيا ثاني أعلى منطقة بعد أفريقيا الجنوبية. نعم. الأمة العربية نظرا لعدم معرفة الناس بالمرض ولا عدم معرفتهم الأمهات بأنهم مصابين بالمرض. دكتور يعني هذا سؤال يفرض نفسه، يعني أنه شاع بين الناس يعني أنه هذا المرض لا ينتقل إلا عن طريق العلاقات الجنسية المحرمة، هل هذا صحيح؟ طبعا هناك أمور أخرى طبعا بينتقل عن طريق الدم وبينتقل عن طريق أعتقد فكرنا يا دكتور. طبعا ينتقل بعدة طرق. نعم، وما هي الطرق يعني هي طرق الإصابة به؟ طيب بشكل مبسط طرق الانتقال يعني تحتاج دم، يحتاج دم ينتقل من المصاب إلى دم ينتقل إلى دم المريض. فبالتالي نجد إنه فين الأماكن اللي ممكن بينتقل فيها الدم. رقم واحد مثلا عندنا هنا ممكن إنها تسير من أطباء الأسنان إذا كانت العيادة حقت الأسنان ما تغير ما بين مريض لمريض. نفس كيف نعرف إحنا طيب؟ لا يمكن إنك أنت تعرف إلا إذا أنت بس تتأكد إنه طبيب الأسنان، وهذا بيصير في غالبية العيادات اللي موجودة في المملكة. أنا ما أقدر يعني أقدر أكد. نعم. إنها في عيادة بتستعمل نفس الأدوات، لكن ممكن عالميا إنه إذا استعملت نفس الأدوات حق الطبيب الأسنان ممكن ينتقل إليك الإيدز. نعود لك دكتور نزار بالنسبة للأعراض أو أقصد أنواع الإصابة بالإيدز. أعزائي المستمعين فاصل قصير فابقوا معنا. برامجنا مو عادية على الموجة السعودية ألف ألف أف أم.
أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا نتكلم فيها عن نقص المناعة المكتسب وهو مرض الإيدز. أعود للدكتور نزار بهبري. دكتور نزار، كنا نتكلم عن طرق الإصابة بمرض الإيدز، وحضرتك تكلمت عن رقم واحد، ومن برضو الأماكن اللي ممكن الانتقال فيها، يعني طول ما إنه في دم في دم، إنك تكون بنفس الشفرة حقة الحلاقة مثلا في الحج، يصير في حلاقة بشكل سريع، فأحيانا يستخدموا نفس الشفرة ما بين واحد إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع. لو توضح لنا دكتور نزار، بالنسبة لعيادات الأسنان، عيادات الأسنان يعني الجميع مننا بيذهب ولا يعلم مثلا إنه هل هذه العيادة أو هذه المستشفى تقوم مثلا بكل الشروط الواجب توفرها في نقاء المعدات. طيب، علشان نكون واضحين جدا، علشان لا نصير نثير أي نوع من البلبلة والخوف، لابد إذا أنت بتتكلم عن انتقال في عيادات الأسنان، فلابد مثلا على سبيل المثال إنه المعدة اللي هو بيستخدمها في تنظيف الأسنان أو في تنظيف اللثة، لابد إنه على طول من يوم ما بيخلص المريض يدخل المريض اللي بعده يقوم يستخدمها نفس الإبرة، مو نفس الماكينة ولا نفس هذه، لأنها ما تحتاج إلى تعقيم، الفيروس جدا ضعيف. طول ما إنه بيتغير الرأس حق الماكينة التنظيف، فبالتالي ما يسبب أي مشكلة. في اتصال وحاعود لك دكتور نزار. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلين أخ سلام. أهلا وسهلا، ممكن نتعرف عليك؟ معك يا أبو خالد. اهلا بك ابو خالد، الله يديكم العافيه، تفضل. ان شاء الله يبعد ان شاء الله هالشبح عنا وعن كل المسلمين. امين يا رب العالمين، تفضل يا سيدي. بغيت اسال دكتور، بالنسبه الحين يقولون فيروس الإيدز ده اللي هو الدم، بحيث انه اذا خرج من الجسم، يعني يقولوا نسمع ان الفيروس بحيث انه يموت مثلا اذا جاء الموت او كذا، فاهم؟ ما ادري عن هالشيء اختي. تفضل يا دكتور، يرد عليك الدكتور. شكرا لك أبو خالد على هذه المشاركة، تفضل دكتور نزار. هذا الكلام يا أبو خالد صحيح، يعني 100%. طول ما إنه الفيروس، أنا بقول لك، ينتقل عن طريق الموس، إنه شخص يستخدم نفس الحد حق الموس، مو نفس الموس الآلة، لا نفس حد الموس، ولازم يبغاله يكون سريع، يعني من شخص حلق له على طول جلس اللي بعده، عشان كذا هذه الحاجة بنحطها بس في الحج لما بيحلق الروس، لكن مو لما أحد يروح للحلاق. مجرد وضعها في الديتول أو مجرد وجود الفيروس لمدة دقائق برا الجسم يموت الفيروس، الفيروس ما يطول. نعم، شكرا لك دكتور نزار. معنا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا أختي، ممكن نتعرف عليك؟ معك أم ياسر. أهلا بك يا أم ياسر، تفضلي. كيف حالك؟ الله يسلمك ويديك العافية. حبيت أقول لك إن أنا متعايشة مصابة بفيروس الإيد. نعم. وحبيت أوصل هذه الرسالة. نعم، شفاك الله وعافاك والعالم كله، بأنه هذا كأي مرض، كالسكر كالضغط، ما في أي خوف، بس أهم شيء يعني أنصح شبابنا وبناتنا بأنه يكون في فحص مبكر، وأنه ما يشيلوا هم أنه بالنسبة أنهم يخافوا، وأنه لو راحوا كشفوا، فيكون كل هذه الأشياء سرية. نعم. فأهم شيء أنه الواحد يكون الكشف مبكر حتى لا ينتقل هذا المرض للزوجة أو للطفل. طيب، معليه في سؤالي أختي أم ياسر، لأنه هذا السؤال الآن يتبادر لكل المستمعين والمستمعات، كيف أصبتي بهذا المرض؟ أنا أصبت بهذا المرض عن طريق زوجي، وكنت حامل برضو بطفلتي، لكن ما اكتشفت يعني أني مصابة غير بعد ولادة طفلتي، والحمد لله كانت طفلتي سليمة، الحمد لله، لأني كنت حاملة للمرض يعني لي يمكن 3 سنين لسه. نعم. فبرضو شيء انه يعني الحمد لله والشكر لله. وكيف اصيب زوجك؟
زوجي صار له حادث في منطقة في المملكة ونقلوا له دم. نعم. من خلال نقل الدم جاء له فيروس. طيب كيف حالتكم الصحية الآن أختي الكريمة؟ والله إلى الآن الحمد لله مستقرة، زوجي بدأ العلاج الحمد لله. نعم. وهو في حالة مستقرة والحمد لله عنده المناعة كويسة والفيروس الحمد لله. أنا إلى الآن ما تلقى العلاج. تتلقي العلاج؟ أنا لا لسه إلى الآن ما تلقى. نعم وأتمنى لك تمام الشفاء والعافية أنت وزوجك بإذن الله. ويعني رسالتك لكل من أصيب بهذا المرض ماذا يفعل؟ يكون حذر يعني ويحاول أنه يعني قد ما يقدر ينصح اللي حوالينه بأنه يروح يكشف لأنه كل ما كشف مبكر لأنه المرض ما لي أعراض غير بعد 10 سنين ما له أعراض معينة فما حتبان غير بعد 10 سنين بعد ما الإنسان يكون الدهور على ساعته. نعم. فالأفضل يكون من البداية يكشف ويبان من خلال 6 شهور بعد نقل المرض للدم. نعم. أشكرك جدا أم ياسر على مداخلتك. لدينا اتصال آخر. سلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير الله يسلمك. ممكن نتعرف عليك؟ مسعود عضو الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية. أهلا وسهلا أخي بدر. أهلا وسهلا. استقبلتيني مرة عندك في البرنامج. أهلا وسهلا بك يا أستاذ بدر. حبيت أنبه الدكتور إنه دور الجمعيات جمعية مكافحة الأمراض لأنه الآن خاصة في منطقة مكة يعني ومحافظة جدة الأعداد تتزايد بالشيء هذا. كيف علمت انه الاعداد تتزايد اخي الكريم؟ والله نقرا في الصحف يعني في الانترنت الان موجود يعني على كل مكان. نعم. لكن زي ما قال الدكتور يعني هي ثقافه المجتمع انه ما يطلع يعني على الكشف او شيء زي كذا. نعم. واحنا بنحاول من خلال برنامجنا انه احنا نقدم الوعي لهؤلاء المصابين وانه وانه يحسنوا الظن بالدكاتره والمهتمين والمختصين بانه كل امورهم ستكون في غايه السريه واحنا نحاول انه احنا ننقذ حياتهم ان شاء الله. شكرا لك اخي بدر. ونحاول نهل دور الجمعيات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك اخي بدر المسعود على مشاركتك. اعد لك دكتور نزار تعقيبك على ما ذكرته ام ياسر والحقيقه انا اشجعها من خلال البرنامج إنها اتصلت وبادرت أن تقدم قصتها أمام الجمهور. أنا أعتقد أم ياسر تعتبر مثال يحتذى به. الحقيقة أم ياسر تعتبر نموذج رائع من 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 مرضانا أو من السعوديين أو العرب والمسلمين، لأنها لابد إنها تحاول تثقف بالمرض المصابة به لأنهم هي تكون الأسهل والأكثر إقناعا لغالبية الشعب. فإحنا زي ما إحنا سامعين من أم ياسر المرض ما عاد هو زي زمان يا أخوانا. المرض من 15 أو 20 سنة ما عاد هو زي زمان، ما هو مرض قاتل، المرض مرض مزمن. مجرد اكتشافك إنه عندك المرض وأخذك للعلاج زي كأنه شخص في عمر 40 ولا في عمر 50 أصيب بالسكر وبدأ يأخذ العلاج أو أصيب بالضغط وبدأ يأخذ العلاج، فيصير المرض انتقل من مرحلة المرض القاتل اللي يموتوا به الأشخاص بعد 6 أو 8 شهور أو 10 شهور إلى مرض مزمن بياخذ العلاج ويستمر في حياته طبيعي ويمارس كل حياته بنوع من الطبيعية ويشارك المجتمع ولا يمكن نقل المرض منه إلى شخص آخر. نعم. فيصير إحنا لابد أننا نتشارك مع هذول المرضى، هذول المرضى يعيشوا فيما بيننا، المفروض أنهم يعيشوا حياة طبيعية لأنه لا يمكن أن ينتقل المرض إليك طول ما أنت بتتعايش معه. لو كان زميلك في العمل، لو كان من عائلتك، أنت لو تقابلت معه، لو حضنته، لو سلمت عليه، لو تشاركت أنت وهو في نفس الملعقة، شربته من نفس الكاسة حقة العصير، لا يمكن أنه ينتقل المرض إليك. لو استعملته مثلا نفس المنشفة برضو لا ينتقل المرض إليك. لا ينتقل المرض جدا جدا صعب غير بالممارسة أو التقارب من دم إلى دم فقط. فعلشان كذا والانتقال من الأم لجنينها هذه هي المشكلة الكبيرة. نعم. والحقيقة الانتقال من الأم إلى الجنين، لو إني سألت غالبية المستمعين بما فيهم أنت، كم تعتقد نسبة الأم اللي تولد جنين تكون هي مصابة بالإيدز؟ زي مثلا أم ياسر، قديش نسبة إنه جنينها يعني يجيله إيدز؟ كم في المية؟ لا الحقيقة ما أعرف. غالبية الناس يعتقدوا إنها أكثر من 95%، هي حقيقة إلى 60% بالكثير، 50% هي غالبية الدراسات تبين حول 50%. بس لو اكتشفنا إنه الإمرأة حاملة للفيروس نعم
في خلال فترة حملها وأخذت علاج الفيروس تقل النسبة حقة 50% إلى أقل من 1%. نعم. لدرجة أنه أمس أعلنت الجمعية الوطنية لمرضى الإيدز أنه عندنا هنا في جدة وفي المملكة في أكثر من 80 ولادة لأمهات مصابين بالإيدز، وعدد الأطفال اللي ولدوا مصابين 0، نظرا لأنه إذا اكتشفناه وأديناهم العلاج تقل نسبة انتقاله للطفل تماما، وعلشان كذا إحنا بدأنا الحملة. في الجمعية السعودية للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة حملة أطفال بلا إيدز في عام 1435. نأمل بإذن الواحد الأحد مع الشراكة مع الجمعية الوطنية للإيدز مع وزارة الصحة، الشراكة لنا جميعا بالتثقيف، إن نوصل إلى إنه كل أم تقدر تفحص جنينها أو تفحص في خلال فترة حملها إذا هي مصابة بالإيدز. أنا اللي بفهمه منك الآن بارقة أمل، يعني لو الإنسان إنه تم اكتشاف مرضه مبكرا هل له علاج؟ هل ممكن إنه يعني إنه يعيش مثلا؟ طبعا طبعا بيعيشوا كل المرضى حقنا. خلينا نتكلم بالإحصائيات، في أمريكا الشمالية يوجد أكثر من مليون ونص مصاب، في عندهم أقل من 100 طفل. هذول كلهم علشان موجود قانون أي امرأة حامل زي ما تسوي كل اختبارات الحمل في خلال هذا، من ضمنها الإيدز، إذا اكتشفت تقوم تأخذ العلاج، يولد لهم أطفال من غير مرض. نعم. بالإضافة لو قلنا إنه على سبيل المثال طفل ولد بالإيدز وطفل لم يولد بالإيدز، نعم، وبعد لكن إحنا كنا عارفين عن الطفل المولود بالإيدز وبدأ يأخذ العلاج في الفترة الصحيحة، كم يعتبر عمره أقل من عمر الشخص العادي بالنظريات العلمية؟ مجرد 5 إلى 7 سنين أقل من العمر الطبيعي. يعني إحنا الآن نقول للمرضى الإيدز أنت ممكن تموت بأي شيء غير الإيدز، تجي لك جلطة زي أي شخص ثاني، تجي لك مرض في القلب زي أي شخص ثاني، يجي لك هشاشة في العظام وتطيح ويجي لك شيء ثاني، لكن ما هو الإيدز. أشكرك جدا دكتور نزار. أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل قصير فابقوا معنا. ألف ألف أف أم، ألف ألف أف أم، طول مشوارك واسمعنا على ألف ألف أف أم. برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية، للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 84-7700 لمشتركي STC، 640-660 لمشتركي موبايلي، أو 746-2-62 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا عن مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. وأذكر أخواني وأخواتي بأرقام البرنامج على SMS شركة الاتصالات 847700، موبايلي 640660، شركة زين 746262، تليفون البرنامج 02-616-1102. معنا مشاركة اتصال من الممرضة الأخت ميرفت ريو. سلام عليكم أختي ميرفت. وعليكم السلام أختي، أهلا وسهلا بك في برنامج السعودية اليوم. أهلا بك أختي. سيدتي الكريمة، علمنا أنك أنت مصابة بالمرض، أتمنى أن تنقلي لنا لست مصابة بالمرض. أنا آسفة، يعني أتمنى أنك تنقلي لنا القصة. ما هي القصة؟ القصة كنا عندنا حالة طارئة في المستشفى، ودخلت كأي ممرضة ثانية، دخلت وكان لازم ناخذ الدم بأسرع طريقة، فأنا بدخل الإبرة أخذت الدم فبدخلها في الأنبوب، فجاءت الإبرة وقطعت أصبعي من بالكامل من مريض عادي، أنا ما حطيت في بالي، خلصت شغلي لما خرجت برا اكتشفت أنه مريض عنده HIV اللي هو الإيدز. نفس المناعة. نعم. طيب هل كم في المية كان في بالك انك ممكن اصبتي او لا؟ انا كان في بالي انه 100%، بس لما نزلت عند الدكتور تحت في العيادة قال لي لا، يعني في الطوارئ قال لي لا، هي بوينت فاصلة 0.003%. نعم. وبعد كده كيف تعاملتي او تعايشتي مع الموضوع؟
كان جدا الموضوع سيء بالنسبة لي، لأنه كان لازم طبعا كل الأسبوع إنه أنا خلاص مصابة بالمرض، بس الحمد لله يعني بعد ما أخذت الدواء مدة شهر كامل الحمد لله عرفت إنه ما عندي شيء الحمد لله، وإنه قبل التصق في أول ساعتين قبل التصق في الجين حق نفس الإنسان نعم لازم ياخذ الدواء الانسان عشان يقضي عليه، حتى لو انه كان دخل، فحتى لو كان دخل كان الحمد لله انا اخذت الدواء في الساعتين هذه فالحمد لله. يعني يعني الحمد لله لو تركت الموضوع بدون اي شيء قد يكون هناك احتمال كبير كنت تصابي بهذا المرض. لا هو بوينت نفس اللي قلت لك هو 0.003 نعم، بس احنا حتى هذه نبغى نشيلها. فهمت عليكي، أنا فهمت علي. طيب ما هي رسالتك يعني من خلال هذه التجربة؟ أكيد تعلمت فيها أختي مرفت درس كان، وأكيد حسيت في الناس هدول اللي بيصابوا وهم بريئين ما عملوا ولا شيء. طيب إيش الرسالة اللي ممكن ترسليها لمن أصيب أو لمن يعني أحاد عن الطريق، والبريئين اللي جالسين في بيوتهم ما يدروا الطرف الآخر ماذا يفعل؟ أول شيء أوصي كل أم حامل تروح تعمل التحليل. أول شيء. نعم. ثاني شيء أي أحد يشك يروح يعمل التحليل، وإذا طلع يعني بوزيتيف طلع عنده ياخذ الأدوية من بدري أحسن ما يستنى حالته تدهور. نعم. أشكرك جدا أختي مرفت على مشاركتك برنامج السعودية اليوم. أعود لك دكتور نزار، ولكن لدينا اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. ألو. أيوة ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، ممكن نتعرف عليكي؟ ألو. فقدنا الاتصال. السلام عليكم، اتصال آخر. فقدنا الاتصال الآخر. دكتور نزار، الأخت مرفت الحقيقة مرت بتجربة يعني ممكن إنه كثير من الممرضات والدكاترة يصابوا أو ممكن إنهم يتعرضوا لشيء مثل كذا، فهل هناك احترازات تقوم بها المستشفيات وما إلى ذلك؟ إحنا الآن بنحاول التثقيف لجميع الممرضات وجميع الأطباء بالذات الجراحين منهم اللي بيتعاملوا مع الدم، بإنه أي مريض يدخل لك وبتحاول إنك تسوي له عملية المفروض من فحوصات الدم الروتينية اللي أنت تقوم بها قبل العملية هو فحص الـ HIV. نعم. صحيح الإصابات عندنا في البلد قليلة، لكن المفروض أنك تحصن نفسك أنك تعرف الشخص هذا، لا يمنع. نعم. رجاء التأكيد لا يمنع المفروض أي طبيب من عمل العملية أو العلاج المناسب للمريض لو كان مصاب، بس أنه حياخد احتياط زيادة. نعم. عند عمله، وإذا لا سمح الله تمت إصابته بإبرة في خلال العملية ينزل ياخد العلاج في أول ساعتين، بالتالي يحمي نفسه بإذن الله من الإصابة بهذا المرض. فإحنا هذا التوعية بنحاول إننا ننشرها في جميع المستشفيات. طبعا في مستشفيات بتتخذ قراراتها بأنه أي مريض داخل للجراحة لابد من عمل تحليل الـ HIV له، وأنا أعتبر أنه هذا تصرف حكيم من إدارة المستشفيات. نعم. بالنسبة عندما يصاب الرجل بنقص المناعة الإيدز ويتكتشف المستشفى مثلا من خلال تحليل وما إلى ذلك، ما هو النظام يعني السائد لدينا في المملكة؟ يعني اللي أعلمه أنه لابد أن يتم الكشف على، بمجرد معرفة أنه هذا الرجل مصاب لابد أن يتم الكشف على باقي الأسرة، لأنه هناك احتمال كبير أن تكون الأسرة مصابة. طيب ما الذي يحصل؟ هناك تكتم شديد، هناك احترام لخصوصية وسرية المرض، هل يصل إلى لانهدام او انه احنا ممكن نغفل عن الجانب الاخر اللي موجود في البيت؟ الحقيقه وزارة الصحة بتاخذ كافة الاحتياطات، بانها من حين تبليغها عن حالة جديدة في قسم خاص في وزارة الصحة بمتابعة اهل المريض، وبيحاول انه يتصل مع المريض ويحاول انه يخبر جميع اهله بالاضافة الى التحليل لجميع اهله. عن قدرتهم للتعايش وللتفاهم مع المرضى الحقيقة ما عندي أي إحصائيات كبيرة عن قد إيش إنهم بيقدروا يحللوا لجميع اللي في البيت، بس لكن أكثر خبرتي تقول إنهم نعم جميع العائلة بيحلل لهم في وقت من الأوقات، لكننا ما زلنا نشوف حالات
يرفضوا تماما إنه أهاليهم يعني يعرفوا أو إنه يحلل لهم، فبالتالي أحيانا تصاب كثير من النساء في السعودية من غير علمها. نعم. ومن غير معرفتها بأنها مصابة. أليس إلزاميا لو كان لدينا مثلا الرقم الموحد أو الرقم أو رقم الملف، نقدر نقول يعني لكل شخص مثلا رقم اللي هو الـ Social Security Number، يعني أنه تدخل على فايل وتعرف على طول مجرد أنه أصيب على طول من خلال الكمبيوتر أنك أنت تتم لابد من فحص أبناء وزوجة هذا الرجل أو العكس صحيح. الحقيقة هذا قانون موجود في دول متعددة. إحنا نعم. إلى الآن ما عندنا الملف الإلكتروني، لكن عندنا رقم بطاقة الهوية الوطنية، وهذا إن شاء الله يكون بداية الطريق لعمل هذا الملف الإلكتروني، بحيث أنه يمدينا نتعرف على أي مريض في أي مكان. لكن المسألة مسألة قانون، يوجد في كثير من الدول قانون من الدولة إنه في خلال أسبوعين إذا لم تحضر زوجتك وأطفالك لعيادة نفس الدكتور اللي بيشوفك، بحيث إنه يتأكد إنهم عرفوا ويحلل لهم، تقوم الشرطة أو النظام الموحد إنهم بإخبار زوجة المريض أو أبنائه بالقوة بعمل هذه الفحوصات. دكتور، هناك حملة أطفال بلا إيدز في عام 1435، ما قصة هذه الحملة وإلى ماذا تهدف؟ طبعا إحنا في الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية قمنا بمبادرة إن شاء الله نأمل مشاركة الجميع، فهي ليست حملة للجمعية فقط، هي حملة تحتاج الوعي والتوعية من الجميع، فكل واحد مننا يوعي الباقين أو يوعي من حوله. إحنا نحاول أن نزود الوعي عن المرض وإنه ليس بمرض قاتل، لأنه الطفل من حقوقه بأنه يولد من غير مرض، وبإمكاننا في هذا المرض بالذات إنجاب أطفال غير مصابين بس مجرد معرفتنا بأنه الأم مصابة وأخذها للعلاج بإذن الواحد الأحد النسبة العظمى 99.5% سيولدوا غير مصابين. وبالتالي كل ما نحتاج هو زيادة في الوعي وعدم الخوف الكبير من المرض. نحتاج أنه كل امرأة حامل إذا كانت تشك أو إذا حابت زيادة في التحصين في خلال فترة حملها تطلب إنها تشيك على إنها إذا كانت مصابة بالHIV. ما نبغى ندخل في تفاصيل كيف أخذوا، مين جابوا، كيف جالها، خلينا نحاول إنها نحمي الأطفال. قد تكون تلاحق معظم نقدر نقول الأهالي ثقافة العيب، نعم. الخوف من الفضيحة أو الخوف من كلام القبيلة وما إلى ذلك، يعني إذا دخلنا في متاهات قد تؤدي بحياة الشخص وتؤدي بأسرة كاملة. والله إنه كثير من المرضى في المملكة يعذبوا في سجون من أهاليهم ومجتمعاتهم اللي حصروها فيها، كأنه أصيب بوصمة عار، مع أنه كثير منهم أصيب من غير ذنب. نعم. وحرام، حرام، مرض عادي لا يمكن إنك أنت تأثر على أي شخص محيط بيك غير زوجتك إذا كان ما بتاخد العلاج. فبالتالي ليش أنا أحاسبه على شيء يمكن هو ما كان له ذنب فيه، ومرض ما لك دخل بيه ولا سينقل لك. يعني أنا كنت دائما أسأل، لو كان في مريض في طيارة وكان بيكح مثلا بجنبك وقال لك إنه سألته قلت له إيش بك سلامات، قال لك والله أنا عندي مثلا الدرن، يا أخي أنا أعتقد أنه كثير ممكن حيحطوا يدهم ويقولوا سلامتك ويقولوا أني باخذ العلاج، لكن أنا قاعد أتخيل كيف لو اللي كان كح قال له والله أنا عندي إيدز، أنا متأكد أنه الطيارة كلها ستطاب بالهلع، مع أنه المريض بالإيدز لو كح إن شاء الله 3 ساعات لا يمكن أن ينقل المرض بأي حال من أحوال لأي شخص في الطائرة، مع أنه كح بس مجرد من مصاب بالدرن ممكن تنقل إلى 50% من اللي في الطيارة الدرن. نعم. فبالتالي توعية. إحنا عندنا توعية، نحتاج توعية، حرام اللي يعيشوهم مع مرض مزمن يمكن علاجه كأي مرض مزمن. شكرا لك يا دكتور. هناك في رسائل الحقيقة، لم يذكر اسمه، يقول شكرا لكم على هذا الطرح وهو موضوع صعب جدا في ثقافتنا العربية، فيتعرض لأحد محظورات الإعلام الثلاث وهو الجنس، وأنا أرفض إنه سبب الإيدز هو الجنس، وأتمنى من رسل الرسالة أن يكون معي الآن،
لكن لابد يقول أننا نناقشه ونعترف به، فهو مرض مثله مثل أي مرض آخر كالسكري أو الضغط أو غيره من الأمراض العصرية، لا نختلف عنها البتة، فهو مرض له علاج ولكن ليس له شفاء. بماذا ترد علي دكتور؟ إحنا لا نختلف على إنه كثير من الحالات المصابة تصاب، ممكن نقدر نقول عن طرق جنسية، لكن هذا ما لنا دخل به، ما نبغى نتداخل أصلا في هذا المشكلة. نعم. إحنا نبغى نتكلم عن إنه نعم المرض مرض مزمن مثله مثل السكر مثل الضغط. حتى السكر والضغط لابد إنك تأخذ العلاج طول حياتك، وإذا ما أخذته يسبب لك أعراض جانبية ويسبب لك يعني زيادة في نسبة الوفاة. بالتالي نفس الحكاية الإيدز، الإيدز مجرد مرض مزمن بتأخذ العلاج طول حياتك، لا يمكن له الشفاء. نعم. ففي كثير من الأمراض اللي بنتعايش معها زي الذئبة الحمراء والروماتيزم وكثير من الأمراض كلها مزمنة، وهذا من ضمنها. بلاش نكبر الموضوع، وبلاش نفضل نحاول إننا مثلا نقول كيف جابوا. أنت ما لك دخل كيف جابوا، هو المهم إنه هو ما بيأثر على صحتك أنت كشخص متعايش معه، ولا يحق لك إنك أنت تحكم عليه، ولا يحق لك إنك تعرف كيف جاله، هو مجرد مريض زيه زي أي حد ثاني. شكرا لك دكتور نزار. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك، ممكن نتعرف عليك؟ معك يحيى المصطفى. أهلا بك أخي يحيى، تفضل. الله يسلمك. أقول لك أنا أقدر أفيدكم بنفس البرنامج، أشكركم على البرنامج الطيب. الله يديك العافية. إيه وما شاء الله تبارك الله يعني. وبالنسبة بأفيدكم برضو يعني، قد حصل برضو خبر زي كده، حصلت إنه في واحد برضها بس ما شاء الله تبارك الله مخلفة هي 5 أطفال. نعم. بس إنهم مو مصابين، سبحان الله يعني، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. كلهم مهم مصابين. الحمد لله رب العالمين. إيه بس هي الوحيدة المصابة. نعم. شكرا لك أخي يحيى على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. لدينا اتصال آخر. معنا مشاركة من الأخ عمار. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أخ عمار، فقدنا الاتصال مع الأخ عمار. لدينا الحقيقة رسالة للSMS، يقول عبد الله من مكة: هل عند تحليل الدم العادي يبين معانا إنه الشخص مصاب أو لا، أو حامل للمرض؟ وشكرا لك. تحليل الدم العادي الحقيقة ما يبين إذا الشخص مصاب، لابد من تحليل الإيدز، يعني تحليل خاص. نعم. ويمكن إنك تتعرف إذا أنت مصاب بعد تقريبا 3 إلى 4 أسابيع من احتمالية الإصابة. نعم. بإمكانك إنك تتعرف بالآن بالتحاليل إنك أنت مصاب أو لا. نعم. شكرا لك دكتور نزار. معنا الأخ عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك في برنامج السعودية اليوم. أهلا وسهلا. أخي عمار، سمعنا أو شفنا عن مشاركتك الرائعة من خلال اليوتيوب، فياريت تحكينا عن هذه التجربة ولماذا أقدمت عليها. طيب، أول شيء السلام عليكم. أحب أول شيء أوجه تحية لبرنامجكم الرائع والدكتور نزار بحبري كوان. أول شيء لأنه له الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في أنه حاليا بنشوف تطور في الجانب التوعوي من جهة مرض الإيد. فتجربتنا كانت في هذا الموضوع. أنا أول مرة صراحة يعني جلست مع الدكتور نزار بهبري، كانت في أحد محاضراته وكان بيتكلم عن العلاج. فأنا استغربت بصراحة إنه يعني ما كنت أعرف إنه في علاج أصلا، مع إنه تخصصي في أنا خريج أحياء دقيقة، يعني اللي هو في صلب موضوع الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة. فما كنت أعرف إنه في علاج لمرض الإيد، وما درسنا الشيء ده في الجامعة للأسف. كل اللي درسناه أيامها لما أخذنا محاضرات عن مرض الإيدز كان إنه مرض قاتل، وإنه لو جاء هذه عبارة عن شهادة وفاة ما فيها رجعة. وتفاجأت أيضا إنه في أطباء يعني ما هم استشاريين أو ما هم في التخصص نفسه، مثلا أطباء أسنان أو أطباء عظام مثلا، ما يعرفوا إنه المرض هذا له علاج أساسا.
فاحنا مشكلتنا هنا للاسف مشكله توعويه. ما عندنا يعني التوعيه اللي موجوده في الخارج. ما للاسف الواحد احيانا يعتمد على معلومات قديمه لها اكثر من 20 سنه يمكن في هذا الموضوع. يعني يجي خلاص من ايام ما طلع اكتشف المرض الى الان يعني نادرا ما سمعنا عن حملات توعويه مثلا من الثمانينات مثلا يعني قليله جدا، وكل الحملات التوعويه كانت تتكلم عن طرق الوقايه فقط، ما تتكلم ايش الجديد اللي صار، ايش العلاج. وفي بعض الناس للاسف يعني كان رايهم في الموضوع انه حتى لو في علاج لا تفصحوا عن الشيء هذا عشان الناس لا تاخذ راحتها. طيب ماذا فعلت اخي عمار؟ والله اللي سويناه انه سوينا حلقه في برنامجنا اللي هو برنامج الفئه الفاعله، بالرغم انه برنامج ساخر الا اننا خلينا الحلقه هذه جاده لانه الموضوع يحتاج، لانه بصراحه لقينا انه مجتمعنا يحتاج التوعيه والتثقيف في الموضوع. ما هي عنوان هذا. حلقتك كانت اخي عمار؟ كان عنوان الحلقه HIV. نعم. الفئه الفاعله HIV. نعم. وماذا فعلت فيها؟ كيف كان البرنامج بالضبط؟ يعني ماذا قدمت من خلاله؟ سخرت بماذا؟ اللي قدمناه صراحة كان أول شيء اعتمدنا إنه يعني على الله ثم على الدكتور نزار. نعم. تكلمنا وتعاون معنا الصراحة إنه يطلع معنا في نفس الحلقة ويتكلم، وسوينا مقابلات مع أكثر من طبيب، وسوينا مع أكثر من دكتور استشاري. جميل. الدكتور غسان ولي والدكتور معن فتح ما قصروا برضو، طلعوا معنا هم استشاريين. نعم. النتائج هذه كم كان عدد زوار هذه الحلقة؟ والله هي نزلت أعتقد الأسبوع اللي راح، يعني ما كملت أسبوع تقريبا، ووصلت 250 ألف تقريبا إذا الله. ما كان أكثر. طيب. فلقينا يعني ناس كثير من خلال الردود في اليوتيوب أو في الفيسبوك أو في تويتر، معظمهم بيقول إنه ما كنا نعرف إنه في علاج أصلا. نعم. يعني حسيت إني أعطيت معلومة جديدة، مع إنه المعلومة هذه لها أكثر من يعني يمكن من نهاية من التسعينات نقدر نقول، والمعلومة هذه موجودة، بس للأسف هنا كثير ما هم عارفين إنه في علاج. طب نتيجة هذه عن عدد الزوار فقط، ما هي نتيجة الحلقة يعني لشيء آخر؟ احنا سمعنا انها وصلت لانها ستترجم، وانه تم ترشيحها لجامعة الدول العربية، ولا انا معلوماتي ما هي مضبوطة؟ لا صحيح الكلام هذا، طبعا الشيء ده تم عن طريق بعض عن طريق الاستشاريين اللي كانوا معانا، من ضمنهم الدكتور نزار والدكتور معن فتح والدكتور غسان، والله ما انا اعتقد اني نسيت اساميهم كلهم. غسان نور ولي صحيح. نعم. ففعلا هم عرضوا الحلقه وتم تبنيها على انها افضل، اعتقد افضل مقطع توعوي في سنه 2011. واحنا فخورين بكم اخي عمار، وشكرا جزيلا لك، واتمنى بالفعل ان تلقى صدى ايجابي باذن الله تعالى. شكرا جزيلا اخي عمار. هناك اتصالات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، اهلا وسهلا، ممكن نتعرف عليك اخي؟ محمد الحربي من مكه. اهلا بك اخي محمد الحربي، تفضل. انا بس عندي استفسار، اذا اكتشفت انه يعني زوجتي لاي سبب، اذا الشر ان شاء الله كانت مصابه وحللت انا وما كنت مصاب، شو الاجراء اللي اتخذه؟ ثاني شيء العلاج مدته قديش اذا كان في علاج؟ انا احسن ما يقول الاخ. طيب يا ريت تسمع من الدكتور. شكرا على اتصالك اخي محمد الحربي، تفضل دكتور نزار. طبعا اذا كانت الزوجه مصابه او اذا انت كنت مصاب ما يبالك اتخاذ اي اجراء الحقيقه، انت بالعكس تتعايش تماما. اذا كانت الزوجه مصابه بتاخذ العلاج، والعلاج كاي مرض مزمن، المرض المزمن العلاج حقه لا يتوقف الا ما توقف الحياه، فبالتالي نعم بإمكان الزوجة إنها تأخذ العلاج، وستأخذ طوال حياتها زي أي مرض مزمن. وممكن فقط مجرد شك، يعني ما يكون في الحقيقة إنها مصابة. يعني لا، الحقيقة في بلدنا وفي جميع دول العالم لا يمكن أخذ أو إعطاء نتيجة بأنه موجب غير بعد عمل تحليلات ثلاثة أو أربعة مرات تأكيدية قبل ما إخبار المريض بأنه موجب.
فنقدر نقول أنه 99.5% من التحاليل الموجبة هي موجبة حقيقة. هناك رسالة SMS تقول: عزيزتي منال، مناقشة وطرح رائع لمرض الإيدز، كفانا الله شره، مرض هو مرض كسائر الأمراض. مشكلتنا للأسف في مجتمعنا خاصة لا نناقش الشيء إلا بعد فوات الأوان، يكون قد تفشى مثل الإيدز المخدرات، لماذا نناقش هذه الأمراض بعد فترة من انتشارها؟ المفروض أن وسائل الإعلام تنبه وتكتب وتعلن عنه للشباب والفتيات. ما رأيك يا دكتور نزار؟ طبعا إحنا ما نبغى نقول أنه الحقيقة المرض متفشي، ولا نبغى نقول أنه شيء، إحنا نبغى نقول أنه المرض في أعداده ممكن أنها تزداد، في مرض يمكن يعني بإذن الله إيقاف انتشاره من الأم إلى الجنين بمعرفة إنه الأم مصابة. المرض غير متفشي، ما نبغى نكبر الموضوع زيادة عن اللزوم، بس كمان المرض ما هو قاتل. نبغى نقول الحقيقة العلمية، إحنا نبغى نأكد على وجود الحقائق العلمية، بنبغى نأكد على وجود العلاج المناسب. بإذن الله حنحاول إننا نسوي هذا بكل الطرق الممكنة، إحنا وجميع المستمعين، كل شخص استمع بإمكانه التثقيف، وإن شاء الله في الحملة هذه راح نستمر في جميع الأماكن، راح نستمر بمحاضرات في المدارس وفي الأسواق، وبإذن الله أقرب محاضرة موجودة ستكون باستضافة كلية البترجي الصحية في شمال جدة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله 13 ديسمبر بعد 3 أيام من الساعة 6 للساعة 9. الدعوة مفتوحة للجميع رجالا ونساء، من الساعة 6 للساعة 9 سنقوم إن شاء الله برنامج متكامل لعرض المشكلة وزيادة الثقافة وطرق العلاج وطرق الوقاية، وسنتحدث بأسلوب بسيط بحيث أنه كل حاضر بإذن الواحد الأحد يكون شخص مثقف يقدر يعكس الثقافة هذه في لكل من حوله. سؤال أخير دكتور، هل يمكن لمريض الإيدز الزواج من فتاة تحمل نفس المرض؟ وهل أطفالهم في حالة حدوث هذا الزواج سيحملون المرض بشكل مؤكد؟ لا، الحقيقة نعم، كل شخص مصاب بإمكانه الزواج من شخص مصاب حامل للمرض. حامل للمرض، كلهم يمديهم الزواج من بعض، ما في أي مشكلة. بالإضافة إلى أنه الآن الدراسات تؤكد على أنه حتى الشخص المصاب بإمكانه الزواج من شخص غير مصاب، نعم، وأخذ العلاج، بالتالي تقل نسبة انتقاله إذا كان بيأخذ العلاج منه لزوجته إلى أقل من 2%، نعم، فيمكنه الزواج من شخص طبيعي تماما. وحتى لو الاثنين مصابين، إمكانية انتقاله للطفل لطفلهم الجنين إذا هم الاثنين بيأخذوا العلاج أقل من 0.5%. سبحان الله. ما هي الرسالة التي تريد أن تختم بها هذه الحلقة دكتور نزار؟ الوعي، المرض يحتاج وعي، ولا يمكن إنه الأطباء يقوموا بهذا الدور لحالهم، إحنا نحتاج كل شخص إنه يتبنى هذه الرسالة، المدرسين، المدرسات، الإعلام بجميع شرائح الوطن، نحتاج إنهم يثقفوا بالمرض. كل ما نحتاجه معلومات بسيطة تتعلمها وتعلمها لمن حولك، كل هذا هو أساس الحملة التي نقوم بها. أتعلم معلومات بسيطة عن المرض، عن حقيقة المرض، عن الأشياء اللي يمكن يعني التداوي بها، وعلمها لمن حولك. خلي هذول المرضى يا أخي يعيشوا حياة طبيعية تماما. نعم. نحتاج بس زيادة في الثقافة، نحتاج أن نحتضنهم جميعنا، وأن يعني نطرد كل أفكار أنه لابد أن يعزل، أنه لابد أن لا نتكلم معه، أن نستقصيه من المجتمع، فهو مثلنا تماما، ونحاول بشتى الوسائل أن ندعمه ونشجعه وأن نتعامل معه. شكرا لك دكتور نزار باهبري. بس حابب أقول رجاء بس كلمة أخيرة، تفضل، في فيسبوك لأي شخص يحب أنه يتعلم زيادة عن الموضوع أو يحب التواصل مع الجمعية، يمدي يبحث في الفيسبوك بالعربي أطفال بلا إيدز عام 1435، صفحتنا موجودة، حيكون فيها جميع النشاطات التي سنقوم بها على مدار السنين القادمة بإذن الله، ويمكن التواصل بالأسئلة أو الاستفسارات أو الدعوات للمدارس أو الجامعات. نرحب بكل هذا، صفحتنا سهلة، أطفال بلا إيدز عام 1435 في الفيسبوك.
أشكرك جدا دكتور نزار بهبري استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. وأشكر أيضا مهندسة الصوت الأخت ابتسام عزام. وأقول لكم أعزائي وعزيزاتي مع طيب مشاعركم ونبض قلوبكم عشنا وإياكم على مدى ساعة كاملة نستمع إلى فيض حديثكم العذب الجميل الذي جملته الصراحة واحتضنه حب الوطن. تقول لكم منال الشريف في أمان الله ولنا لقاء غدا في مثل هذا الوقت ومع قضية أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.